تعد الفلاحة البيولوجية طريقة إنتاج إيكولوجي يمكن من حماية البيئة ويدعم التوازن الطبيعي للمنظومة البيئية باعتبارها تحد من استعمال المواد الكيميائية المصنعة كالأسمدة والمبيدات، وتيسر طرق الوقاية والمقاومة البيولوجية، ولعلها ميزات تمنح جودة للمنتوجات الفلاحية ما دامت تلبي معايير الصحة العامة بخلوها من أي مواد كيميائية مصنعة. ويعمد المزارع المزاول لهذه الطريقة التقليدية إلى تغذية النبات بالأسمدة بكيفية مكثفة عوض تغذية التربة التي تغذي بدورها النبات، وهو الأمر الذي يجعل التربة في منأى عن كل الكائنات المجهرية والمواد العضوية. لذا فاعتماد هذه الطرق التقليدية يمثل مصدراً ناجعاً للعناصر المغذية اللازمة للنبات، ويحمي التربة من الانجراف، ويرفع من طاقة استيعاب التربة للماء، ويقوي من مناعة النبات. الأسمدة المحلية أي بقايا الحيوانات والأعشاب، وصنع خليط من الرماد ومن بقايا الحيوانات والتبن وأوراق الأشجار، هذا يعطي غذاء متكامل للشجرة، وهذا الغذاء المتكامل للشجرة يجعلها تقاوم الآفات التي تصيبها من حشرات ومن بكتيريا، لأنها تكتسب مناعة بحيث تغذيتها متكاملة، ومحصولها أيضا يكون متكامل الجودة، وهو دواء. يجب أن نعلم أن الغذاء الطبيعي كيفما كان نوعه فهو دواء. أعطي مثال، مثلا الحوامض في هذا الفصل، فصل البرد وفصل الشتاء والخريف، أي شخص يأكل الحوامض إلا يتقيه شر الإصابة بالزكام وبالطبع الحمى وإلى غير ذلك. إذن إيمانا منا بهذا شجعنا هذه الزراعة الإيكولوجية. كذلك الأسمدة الكيميائية هي في الحقيقة تعطي الوفرة وتعطي الحجم الثمرة، ولكن لها مدار صحية. والدليل على ما أقول أن ألمانيا السنة الماضية قامت بغلق 4700 مزرعة، لأنها كلها ملوثة بمادة ديوكسين، و 4700 مزرعة ليس بالعدد السهل، فهو شيء مخيف للغاية. لا الحليب ملوث، لا اللحوم المنتجة، لا الخضروات المنتجة. لذا لما لا نعود إلى زراعتنا البيولوجية السليمة؟ وتوصلنا إلى حقيقة ثابتة، هو أن هذه الزراعة الإيكولوجية إذا ما انتشرت في البوادي فإنها ستصبح عبارة عن تنمية مستدامة، لأن التربة ستدوم. يكفي أن نستغل نفس الحقل ولكن بمزروعات بالتناوب. يمكن نفس الحقل يعطينا 5 أنواع من المزروعات في السنة، وكل منتوج نباتي بعد حصاده يترك في التربة مواد مفيدة للمنتوج أو للزراعة التي ستأتي بعد ذلك. يكفي أن تعود الواحات إلى نشاطها السالف، ونحاول أننا نعيد الساكنة، أي هجرة معاكسة، ولكن هذا لن يتأتى إلا ببنية تحتية لهذه البوادي. وفعلا تحقق الكثير ولله الحمد، الطرقات، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، نوادي نسوية، روض للأطفال، مدارس، مستشفيات في العالم القروي. ولكن كما قلت، إذا ما شجعنا الساكنة على الزراعة الإيكولوجية وخلقنا أو تم خلق سياحة إيكولوجية تستهلك تلك المنتوجات، فكن على يقين أن التثمين سيكون مفيد للغاية. والزراعة الإيكولوجية يجب أن لا نعتقد أنها تعطي منتوج قليل، لا، إذا طبقت بشكل علمي معقلا. وأنا دائما أقول أنه لن تتحقق تنمية إلا عندما يصبح العلم ثقافة. هذه الزراعة الإيكولوجية هي أيضا يجب أن يتخصص فيها تقنيون ومهندسون بشكل واسع ويتفرغوا لها، وبالطبع سيكون الوفرة موجودة. وعالمنا القروي الحمد لله شاسع وكبير للغاية، فقط تعود الناس إلى حقولها ونضمن لهم ثمن مناسب، أي نثمن منتوجاتهم. وبالطبع كلما ثمننا منتوجاتهم كلما زادوا في الإنتاج. اللهم استهلك قليل ولكن الجودة.
من أن نستهلك كثير وبدون جودة. السرطانات التي أصبحت متوفرة للأسف تنتشر، تصفية الكلى التي أصبحت تنتشر في جميع المناطق، هذا كله سببه تلوث التربة، تلوث المواد التي نتغذى عليها. مستقبل الزراعة الإيكولوجية لا زال غامض، ولكن إذا احنا بادرنا كجمعية صغيرة ثم جمعيات أخرى وأخرى وأخرى وصبحت قناعة، والآن أنا جد متفائل لأن هناك مشروع مهم جدا تقوم به وكالة وإنعاش الأقاليم الجنوبية تنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة وبتنسيق مع الغرفة الفلاحية، واللي هو عبارة عن خلق مجمع لتجميع كل مواد الإيكولوجية المنتجة في المنطقة، والسوق متوفرة حسب علمي، وأظن إذا انطلقنا انطلاقة جيدة من هون 2013 إن شاء الله والمشروع انطلق، كن على يقين أن الناس سيتعاطون مع التوعية مع التكوينات، والتكوينات تعطي مفعول مهم ومهم للغاية كما لاحظناه. وبصراحة كثير من الناس صبحوا يتعاطوا لهذه الزراعة ولو بشكل كاستهلاك محلي، لكن هذه بداية. النحل مثلا يعيش في الحقول التي فيها الزراعة الإيكولوجية ولا يعيش في التي فيها زراعة عصرية، لأن المبيدات تسممه وتسبب له في أمراض وبالطبع في آفات خطيرة للغاية.